هلو، نحن اليوم رح نروح بجولة صغيرة حعرفكم فيها على شاتو كسارة. هيدا المكان موجود بمنطقة زحلة ضمن بعلبك، موجود على الطريق العام. من هون هيدا هو المدخل تتفوت على كسارة. مثل ما شايفين في مثل بارات صغيرة إذا الواحد بحب يقعد يشوف السانست وهو عم يشرب واين. اوكي، ومن هون منفوت على مغارة مطرح ما مخزن فيها عنان الواين ببراميل من خشب تحفظ جودتها ونوعيتها. بهيدي المغارة في أكثر من 6 مليون أنينة، حتى في أنينة بتعود لأكثر من 100 سنة موجودة بقلب هيدي المغارة. هاي المغارة كتير باردة من ورا الصخر يلي فيها، بتعطي درجة حرارة كتير كتير باردة.